بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة، هذه المرة كذلك مع درس بسيط وسريع ويخص طريقة حذف الملفات المستعصية بدون استعمال أي برامج وأي إضافات وغيرها من الطرق المتعددة والموجودة في شروحات اليوتيوب. هذه الطريقة بسيطة، نستعمل فيها برنامج ضغط الملفات وينرار. كيف نقوم بذلك؟ هذا ما سنقوم به في هذا الشرح. أولا، إن لم تشترك في القناة تاليا نسيم دي زد، اضغط على القفل الأحمر تحت الفيديو وفعل الجرس ليصلك كل جديد من القناة. ننتقل إلى الشرح. كما قلت، نعتمد على برنامج ضغط الملفات وينرار لهذه العملية. مثلا لدي ملف، هذا الملف يرفض الحذف ولا يمكنني حذفه. بالتأكيد يوجد طرق عديدة ومتعددة لحذف الملفات، منها اللوكر أو عن طريق MS-DOS أو غيرها. كذلك أنا استعمل هذه الطريقة في القائمة كليك رايت كليك في الماوس، تظهر لي هذه القائمة وتقوم بالضغط على delete على هذا، أقوم بالضغط على هذا الخاصية فيحذف مباشرة. كيف حصلت على هذه القائمة؟ تجدون تحت الفيديو كذلك رابط لفيديو قمت بشرح من قبل لطريقة إضافة أيقونات لكليك يمين في الفأرة أو رايت كليك، فتظهر لك هذه الخصائص المتعددة. يمكنك مشاهدة الفيديو. نعود الآن إلى طريقة حذف هذا الملف عن طريق برنامج وينرار. تقوم فقط بعمل Add Archive أو عمل ضغط له، ثم تبحث عن هذه الخاصية الأولى Supprimer les fichiers après l'archivage باللغة الفرنسية، أو Delete the file after archive أو غيرها، حذف الملف بعد ضغطه. تقوم باختيارها، ثم ستشاهدون عند الضغط على OK سيختفي هذا الملف مباشرة دون المرور على سلة المهملات. فعند الضغط OK يختفي مباشرة، ثم تقوم بحذف هذا كذلك الملف وإفراغ سلة المهملات. وبهذه الطريقة ستكون قد حذفت الملف المستعصي. طريقة بسيطة وسهلة وسريعة. في الأخير، أتمنى أن يفيدكم هذا الشرح البسيط. ادعمونا باشتراك في القناة أو التعليق أو غيرها. إلى الدرس القادم بإذن الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.